السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. الوغ اليوم جيت باش ندير لكم واحد طاجين على طريقتي، طاجين سامبل بالبصله ديالو والبطاطا ديالو وشي زويتينات. مهم بغيت غير نوريكم طريقتي كيفاش كندير انا، كيفاش كنحضروا. دونك غادي نبداو وخليكم معايا. من بعد ما قطعت البصله ديالي هانتوما، المهم كتخليوها شويه كبيره ماشي تصغروها ولا تحكوها بحال هكا. غادي ندير شويه ديال الزيت لي سور وشويه ديال زيت العود، عاد نحطها الله يتبنى على الشهاده كيهرب كاع كلشي الكلام بالعربيه. غادي نحطها تشحر بوحدها، عاد نزيد اللحم ديالي اللي كتشوفونا ما غاديش نديرو كامل مع العطرية، وخليكم معايا في الفيديو. الوغ بوندون كو البصلة ديالي كتقلى غادي نقطع بطاطا. البنات انا دابا كيما شفتوا خليت البصله حتى تشحرات مزيان مزيان، ها هي كيما كتشوفوها بدات كتذوب. دابا غادي نمشي نجيب اللحم وباش ندير لهم العطريه حتى هي. الوغ ها هو اللحم اللي غادي ندير، غنحط له بحال هكا هكا هكا. دابا ندير لهم العطريه. الوغ دابا غادي ندير لهم العطريه، شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال بيرسي، هو بحال قلتو معدنوس ولا قزبر واحد فيهم، شويه ديال الثومه، شويه ديال بون هنا مكتوب لاي ولكن هو راه دايره في البواطه هذيك العطريه ديال اللحم، غير شويه كوك هكا باش تنسن، شويه ديال هذا الزعتر، شويه كمون تاع الحبوب زعما ما مطحونش سمحوا لي، شويه ديال هذاك الملون الزعفران جو بونس سي جو نو مي ترام با، شويه ديال
الخرقوم. انا كندير غير شوي حتى طاحت كاملها. يلا كنت كنقول لكم كندير شوي سي فري كندير شوي حتى كندوق ثاني ونزيد. المهم سي با غاف عليا الطاقه دا اصلا سالينا. باقي لينا شويه ديال السكينجبير. تكثروش بزاف السكينجبير حيت شي يقدر كيجي حار السكينجبير صافي. نجيو نخلطو شويه بحركه. طير غادي نزيد لهم شويه ديال الزيت لي سور وشويه ديال الزيت العود ثاني ونخليهم يتشحروا مزيان. عاد نوريكم نزيد شويه ديال المطيشه محكوكه ونزيد بطاطا والزيتون باش نسد عليه ونخليه يطيب. نزيد العود. الوغ دابا غادي نزيد شويه ديال المطيشه محكوكه ونخليها تشحر معاهم. المهم البنات ها هو انا درت البطاطا ديالي كما كتشوفوا هنا. درت الزيتون ودابا زدت ليه شويه ديال الزيت لي سور وشويه ديال الماء وغادي نخليه يطيب على خاطرو غادي نحطو على هذيك ربعه بحال هكا ونبقى نراقبو مره. مهم وغادي نقول لكم سمحوا لي وغادي نوريكم في الاخير لو ريزولتا كيفاش جا. المهم البنات ها هو كي كيجي الطاجين ديالي من بعد ما طاب صراحه كيشهي وجا زوين 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 وبنين بزاف ملي كليتو هذا الطاجين. ننصحكم به طريقته سهله كما شفتوها في الفيديو. مهم نتمنى هذا الفيديو تكون تعجبكم وما تنساوش لايك بارطاج وكومونتير وتابوناو وتفعلوا الجرس باش تدعموني ان شاء الله. مهم نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونقول لكم ا تري بيانتو بور دوتغ نوفيل فيديو وتهلاو ليا فراسكم بزاف.